مستحيل قالت سمير خشيب. ايه يعني سوربرايز يعني؟ سخافة. خناقة كبيرة حصلت بين سمية الخشاب وأيتن عامر، وكل ده بسبب فستان، والاتنين قلبوها حرب تصريحات، وكل واحدة بتطلع تلقح على التانية كل شوية. لو عايزين تعرفوا القصة وكل واحدة قالت اللي حصل، كملوا الفيديو للآخر. مبدئياً كده رامز جلال استضاف في البرنامج النهاردة الفنانة سمية الخشاب والفنانة أيتن عامر، وزي ما احنا عارفين فكرة برنامج رامز بتقوم على استضافة ضيفين بينهم مشاكل، ويا سلام بقى لو المشاكل دي كلها تلقيح وتصريحات وشد وجذب كده. الحلقة دي هتولع وهتضرب في الترند، وده فعلا اللي عمله رامز. المهم بقى ان الجمهور كله عمال يسأل هو ايه اللي حصل بين أيتن عامر وسمية الخشاب، وليه رامز استضاف الاتنين دول مع بعض. الإجابة سهلة وبسيطة جدا، الاتنين فعلا حصل بينهم مشكلة قديمة بسبب فستان، والقصة ان أيتن عامر كانت متهمة انها بتقلد سمية الخشاب علشان ظهرت صورة للاتنين وهم لابسين نفس الفستان، وطبعا سمية الخشاب هي اللي كانت متصورة بيه الأول. وهنا بقى دخلت الناس تصطاد في المية العكرة، وقالوا على أيتن عامر بتقلد سمية الخشاب من غير ما يعرفوا حقيقة الموضوع. وطبعا الموضوع ده ضرب في الترند، والناس كلها بقت مستنية إجابة من أيتن، علشان كده خرجت في برنامج حبر سري مع الإعلامية أسماء إبراهيم وعلقت على القصة دي وقالت مستحيل أقلد سمية الخشاب، ولو هي فاكرة أني بقلدها تبقى غلطانة، هي من النجوم الكبار وأنا مش عاملة متابعة لحسابها علشان أقلدها في الأزياء والفساتين. وكملت كلامها وقالت قررت سفري في اللحظات الأخيرة لتكريمي في أحد المهرجانات في دبي، وكنت مشغولة في تصوير أحد الأعمال بس قدرت أسافر، فاتصلت بمنسقة أزيائي وطلبت منها تحضير فستان ليا، واخترنا الفستان فعلا ورحت لها للقياس وتظبيطه التظبيطة الأخيرة وسافرت بالفستان. وكملت وقالت بعد المهرجان صحابي بعتولي صور لحوار دار بين الفنانة سمية الخشاب وجمهورها، وبترد هي عليهم بإني قلدتها بسبب الفستان ده. الرد ده صدمني لأنها فنانة كبيرة على التصريحات دي، وبعدها عاتبت منسقة أزيائي. بصراحة قصة الفستانين دول والصور اللي شفناها اتكررت كتير جدا، ووارد إن فنانة تلبس فستان وبعدها بكم يوم نلاقي واحدة تانية لابسة نفس الفستان أو حاجة شبهه، وشفناها بتحصل كتير جدا مش بس في الفساتين، ده حتى في أسامي الأفلام والمسلسلات. الغريبة بقى إن بعد ما رامز استضاف الاتنين والحلقة عدت بسلام، في ناس مستنية تشوف أي نكش تاني يحصل بينهم على السوشيال ميديا علشان برضو يصطادوا في المية العكرة، والناس دول هم السبب الرئيسي في المشكلة من الأول، وهم اللي ولعوا الدنيا وخلوا أيتن عامر تطلع وترد على الكلام اللي بيتقال عليها. بصراحة برنامج رامز ده غريب جدا وفكرته مترقعة، وعلى قد ما هي لذيذة ومختلفة عن كل سنة على قد ما هي غريبة وهتراضي الضيوف اللي متضايقين من بعض، لأن أكيد الضيف مش هيجي وهيروح زعلان، أكيد هيتصالح هو واللي عامل مشكلة معاه، ودي الحاجة الوحيدة تقريبا اللي هنكسبها من برنامج رامز جلال السنة دي. وبس كده، ما تنسوش تتابعونا على موقع نجوم الفن.